بالنسبه للسكنات المتخلفه والرومانسيه التي ما تم شرطها في اطار المشروع هذا، قمنا ببرمجه مشروع اخر في اطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجامعات المحليه. هذا المشروع ان شاء الله سوف يتم ربط كل السكنات المتبقيه اللي هي حوالي 555 مسكن. 30 سنه وحنا هنا، ومانيش كنت ساكنه هنا، كنت ساكنه في الكويبة تاع الزايد، وعملنا بوتفليقه السكنه والله يجازيه ودخل لنا دار الجزو فيه، والله يطول في عمر ويحيا بلادنا، والله يبعد عليها البلاد